ستبقون إن شاء الله في هذه البلدة. تتواصل مراسيم تشييع جثمان الشهيد شأس كممجي في مقبرة قرية كفردان إلى الجنوب من مدينة جنين. قبل دقائق معدودة ووري الشهيد الثرى هنا، وللصدفة أن أشقاء الثلاثة الذين تم اعتقالهم فجر اليوم من كفردان تم الإفراج عنهم قبل قليل، وجاء اتصال منهم وطلبوا تأخير الدفن لوداع الشهيد. بالفعل وصل أشقاء الثلاثة بعد أن كانوا معتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي لوداع أخيهم الذي وري الثرى قبل قليل. هنا تلقى الآن الكلمات، ألقى قبل قليل أحد وجهاء عائلة أبو صلاح التي يعود إليها الشهيد الكممجي كلمة أكد فيها على أن الفلسطينيين جميعا مستهدفون، وعلى أن العائلة قدمت ومستعدة أن تقدم المزيد من الشهداء في سبيل الوطن وفي سبيل فلسطين، وأن الكل مستهدف دون استثناء. سنستمع إلى جزء مما يقوله في كلمته أحد أبناء القرية. واستعادوا هذا الكيان بفوهات بلادتهم، برصاصهم، بوعيهم الذي يدل أن لا بوصلة لهم إلا فلسطين والقدس عاصمتها الخالدة. مع كلمة حركة فتح والقوى الوطنية يلقيها الأخ المناضل عطا برميلي أمين سر إقليم فتح جنين، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. إذن الكلمة الآن القيادي في حركة فتح عطاء برميل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. الأهل الأعزاء في هذا البلد المناضل، والد الشهيد شأس كممجي، شقيق الأسير البطل القائد، أحد قادة أسرى نفق الحرية أيهم الكممجي، أهلنا وشعبنا الفلسطيني في كل مكان، لا نريد أن نكثر من الكلمات والشعارات والخطابات. الاحتلال اليوم يفقد صوابه، الاحتلال يفقد السيطرة في كل فلسطين بعد الضربات الموجعة في قلب تل الربيع الفلسطينية. هناك انهيار كامل في معنويات مستوطنيه وجنوده، وأطلق العنان لجنود الاحتلال ليبطش ويقتل في كل مكان. هذه الليلة كان عمر عليان في بيت لحم في سلوات، وقصي حمامري في حسان بيت لحم، ومحمد عساف في قلقيلية. واليوم صباحا هذا هو الشعب الفلسطيني يمسي على الشهداء ويصبح على شهداء وعلى أسرى وجرحى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: من سكن بيت المقدس وأكنى في بيت المقدس سيظل في رباط حتى يوم الدين. والصهاينة المستوطنين هو يسمى بالكهنة لدى الصهاينة يريدون ذبح الخراف، وهم الخراف أحفاد القرادة والخنازير، يريدون في شهر رمضان المبارك أن يمسوا مصر سيدنا محمد. ولكن الله سبحانه وتعالى قال بها قوم جبارين، وقال عن هذا الجيل الذي يقاتل الاحتلال إنهم فتية أمروا بربهم فزدناهم هدى. ونحن نقول للصهاينة اليوم اللغة بيننا وبين الاحتلال هي المواجهة. كل فلسطين تشتعل ضد الاحتلال. اليوم فقط
المواجهة الشاملة سلمية وغير سلمية. الاحتلال يقتل ويبطش بالرصاص والبنادق والآليات المصفحة من حق شعبنا أن يدافع عن نفسه. تتواصل مراسيم تشييع جثمان الشهيد شمس كممجي وهو شقيق الأسير البطل أيهم كممجي أحد قادة نفق الحرية الذي تمكن من تحرير نفسه من سجن جلبوع. تتواصل هنا الكلمات التي تؤكد على ضرورة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والوقوف صفا واحدا في ظل أن الاحتلال لا يميز بين كبير وصغير، بين هذا الفصيل أو ذاك، يقتل ويهدم ويعتقل. وبالتالي الدعوات كانت واضحة وصريحة إلى ضرورة تجديد العمل الوطني الداخلي وزيادة اللحمة الوطنية ونفذ الخلافات تحت أي ظرف كان. إذن كانت هذه التغطية المستمرة منذ ساعة الصباح الباكر لتشييع جثمان الشهيد شأس الكممجي من قرية كفردان إلى الجنوب من مدينة جنين. سلام الله يا أيهم.